مرحبا بالجميع في هذه الحصة من مادة التاريخ والمستوى الخامس ومع الدرس الأول التاريخ والمؤرخ. أهداف التعلمات: أتعرف معنى التاريخ، أحدد عمل المؤرخ وأدواته، أدرك أهمية شواهد الماضي. أمهد لتعلماتي: يختص المؤرخ بدراسة تطور المجتمع البشري بالبحث عن الحقائق التاريخية والكشف عنها من خلال مساءلة الماضي لفهم الحاضر. الحاضر. كيف أتعرف معنى التاريخ؟ وما العمل المؤرخ؟ وما أدوات اشتغاله؟ ما أهمية شواهد الماضي بالنسبة للمؤرخ؟ أشتغل وأتعلم. النشاط الأول: أتعرف معنى التاريخ. إذن هنا في الوثيقة الأولى نلاحظ السنوات 1991 ميلادية، 1994 ميلادية، 1997 ميلادية، 2000 ميلادية. في الصورة الأولى الأم تحتفل مع زوجها وابنها بعيد ميلاد الطفل. في الصورة الثانية بعد ذلك التحق الطفل بالروضة، التحق برياض الأطفال. بعد ذلك في سنة 1997 كان الحدث هو الالتحاق بالمدرسة، وفي 2000 ميلادية كان هناك حفل مدرسي، أي أنه نجح في نيل شهادة أصبح كبيرا. أم تستعرض مع ابنها بعض ذكريات طفولته من خلال سجل عدلي موثق بالصور. الأحداث هما هذو اللي كاينين بالأخضر. نمر إلى الأسئلة. ألاحظ الوثيقتين 1 و 2 وأقرأ بإمعان ما تتضمنانه، ثم أصف ما تقوم به الأم بالنسبة لابنها. نقرأ الوثيقة الثانية: يدرس التاريخ السجل الزمني للأحداث التي مضت خلال فترة معينة، ويسعى هذا العلم. ما هو هذا العلم؟ هو التاريخ. ويسعى هذا العلم إلى البحث في تطور المجتمع البشري. إنه حوار مستمر بين الماضي والحاضر. أصف ما تقوم به الأم بالنسبة لابنها. تحتفل الأم بعيد ميلاد ابنها. تحتفل بعيد الميلاد، ونلاحظ أن هناك ديكورات وبالونات إلى آخره. فهو أول عيد ميلاد، إذن حدث. نعم. في الصورة كذلك الثانية لا توجد الأم، هناك الأب. في الصورة الثالثة الحدث الثالث الأب. الحدث الرابع الأم تحتفل مع ابنها في حفل مدرسي. اذكر الوسيلة التي استعملتها الأم كمصدر للمعلومات للحديث مع ابنها. ما هي الوسيلة التي استعملتها للحديث مع ابنها؟ اذكر الوسيلة التي استعملتها الأم كمصدر للمعلومات للحديث مع ابنها. استعملت ذكريات، عبارة عن صور. استعملت صور لكي تتحدث مع ابنها. هنا كنت صغيرا، بعد ذلك دخلت لرياض الأطفال، وبعد ذلك دخلت للمدرسة، ثم كنت معك في حفل مدرسي. إذن استعملت الصور. هنا توجد المعلومات. أحدد الفترة التي وقعت فيها تلك الأحداث، واذكر إلى أي زمن تنتمي. إذن في أي فترة؟ في فترة الصبا. الحدث الأول كان في عندما كان صبيا صغيرا. الصورة الثانية عندما كان في مرحلة الروض، وهنا في مرحلة المدرسة الابتدائي، وهنا أنهى الدراسة الابتدائية. واذكر إلى أي زمن تنتمي. هل أزمنة أمامنا 1991، 1994، 1997، 2000 ميلادية. أبين دور السجل المصور للأحداث. إذن استعملت السجل المصور للأحداث التي تحكيها الأم لابنها. ماذا يبين هذا السجل؟ يبين الأحداث التي عاشها في فترة
زمنية معينة ومحددة. أوضحوا ما الذي يدرسه التاريخ. سنعود إلى الوثيقة الثانية. يدرس التاريخ السجل الزمني للأحداث التي مضت خلال فترة معينة. إذن ها هو التعريف ديال دراسة التاريخ.